السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نشوفو درس ديال أناليز ديال السيركوي أكورو كونتيني، وغادي نشوفو واحد الدرس مهم جدا هو كومون كالكيلي لانتونسيتي دو كورون اون اتيليزو لا لوا دي نو، يعني كيفية حساب شدة التيار الكهربائي في دارة كهربائية. دونك دون سو فيديو اون فا بارلي لا لوا دي نو، سي ان لوا بلي اتيليزي دو لو دومين إلكتريك pour effectuer des calculs dans un circuit électrique. Pour effectuer les calculs de le courant électrique dans un circuit électrique. يعني هاد لا لوا دي نو سهل لينا باش نحسبوا التيار الكهربائي في واحد الدارة كهربائية. غادي نحاولوا ناخذوا دي زيكسبليكاسيون، يعني نحاول ناخذوا واحد الدارة كهربائية وغادي نشرحوا هاد لا لوا. اذا سيركوي الكتريك كومبوزي باغ ان جينيراتور، ناخذوا هنايا واحد لا لامب، يعني لو ريسيبتور، حيت لا لامب تاعي بحال ريزيستانس، وناخذ كذلك واحد لا لامب اخرى هنايا اون باراليل مع هادي. دونك عندنا واحد الدارة كهربائية كتكون من جوج ديال لي لامب وكتكون من ان جينيراتور. لو برينسيپ ديال الجينيراتور او بيان بار كونفونسيون ديال الجينيراتور، ديما عندنا لو كورو كيسيركيلي من لابورن بليس، هادي عقلو عليها مزيان. ديما لا بورن بليس هو كيكون الكبير، والموا كيكون الصغير، ديما لو كورو كيخرج لينا من لا من بورن بليس. دونك هذا هو لو كورون اي اه، داكوغ اي اه. هنايا كاين واحد لاباراي مهم بزاف هو اللي كيميزيري لنا هاد لو كورون، يعني لاباراي كيميزيري لو كورون ولا لانتونسي دو كورون هو الامبيرمتر. امبيرمتر c'est un appareil qui permet de mesurer le courant électrique. Le symbole de l'eau est ampère, car on a le ramz A. Il est qui branché en série, l'axe, le voltmètre qui est branché en parallèle ou bien en dérivation. Donc l'ampèremètre, ampèremètre, est un appareil qui mesure le courant et branché en série. دون ان سيركوي الكتريك اي برونشي اون سيري، هادي عقلو عليها مزيان. دونك هنايا كيما كتلاحظوا معنا في هاد السيركوي الكتريك عندنا، نشوفوا فين كاينين لي نو. لي نو شنو هو لي نو؟ هو واحد لو بوان اللي كيتجمعوا فيها تروا فيل، عقلو عليها مزيان. لو نو هي البوان اللي كيتجمعوا فيها تروا فيل. دونك عندنا هنا فيل الاول، عندنا فيل الثاني، هنا عندنا فيل الثالث. دونك هنايا سي تان نو، هادي سي تان نو. كذلك هنايا عندنا هنايا سي تان نو. اذا النو كيتجمعوا لنا فيه لي تروا فيه، في الاولاني هذا، الثاني هو هذا، الثالث هو هذا. دونك سي كلير. دونك هاد لو كورون اي ان غيدوزنا يلقى هاد لو بوين هادي غيديفيزا بار دو. دونك هنا اي غادي يكون هنايا اي دو، وغادي يكون هنايا اي خوا، داكوغ. وبالنسبة لا ديفينيسيون ديالو هي le courant entrant، يعني la somme des courants entrants est égale la somme des courants sortants، يعني دوك الكورو اللي داخلين داك لو نو كيساوي لو كورو اللي خارجين داك لو نو. هادي عقل لهم مزيان. مثلا عندنا مثلا بحال هكا بار اكزومبل، عندنا هاد البوان هادي كيتلاقاو فيها تروا ديال فيل كونديكتور، يعني هذا هو الشرط الاول ديال باش نابليكي لا لوا دو نو. دونك هاد لو كورو هنايا اي، هنايا اي ان دو كوتيغال، يعني داخل هنايا لو نو، هاد جوج خارجين، هاي هنا اي دو وهنايا اي تروا. دونك هاد لو كورو داخل وهاد جوج خارجين، اذا هاد اي ان دو كوتيغال اتيغال اي دو بليس اي تخوا. بيان، دونك عندنا هاد لو نو تقسمو فالو، تقسمو الكورو جوج مرات، تقسم الكورو مشى لاي دو والكورو اي تروا، يعني الان دخل وتقسم على جوج. هذا اي 3 غيجي هنايا، غيدخل ثاني هنايا، دونك هذا هو اي 3، وهاد اي 2 غيدخل هنايا وغادي يخرج لينا هنايا الاي اه. دونك هادي هي لو نو، دخلت الاي 3، دخلت اي 2، خرجت الاي اه. هنا لا باغي نابليكي هنايا لا لوا دي نو، لا باغي نابليكي هنايا لا لوا دي نو فهاد البوان هادي. دونك عندنا اي اه دي كوا تيغال، يعني لو كورو اونترو تيغال لو كورو سورتو، تيغال اي دو بليس اي تروا، داكوغ. فهاد البوان هادي
كذلك هاد لو بوان هادي نقدر نابليكي فيها على لوا دو نو. دونك عندنا اي 2 زائد اي 3 ايتيغالا اي ا داكوغ. اذن هذا هو لا لوا دي نو. لا لوا دي نو سي لا سوم دي كورو اونترون ايتيغال لا سوم دي كورو سورتو. وكنستعملوه باش نحسبو لو كورو الكتريك حيت هاد لا لوا دي نو ساهل لينا بزاف باش نحسبو لو كورو الكتريك. وكاين ثاني لا لوا دي مي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه اللي ساهل لينا باش نحسبو لي طونسيون. داكوغ. هنا كاين واحد النقطه اخرى غادي نشير ليها زايا هي لا برونش. غتستعملو غادي تسمعو في السيركوي الكتريك لا برونش. لا برونش هي اللي كتكون بين اونتر دو نو بحال دابا هادي هذا نو وهذا نو. دونك هنايا نو وهنايا نو. دونك من هنايا حتى لهنايا هادي كتسمى برونش. كذلك من هنايا حتى لهنايا هادي كتسمى برونش. ومن هنا كمن هنا لهنايا كتسمى برونش. دونك فهاد السيركوي الكتريك عندنا 3 برونش. داكوغ. اذا نتمنوا تكونوا فهمتوا معنا لا لوا دي نو اللي هو كلي ايتيليزي دون لي سيركوي الكتريك. و سي تان لوا لي تري امبورطون لي ساهل لينا باش نحسبوا التيار الكهربائي. نتمنوا تكونوا فهمتوا معنا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.